لما بتسمع كلمة مكتبة بيبقى في ذهنك على طول كتب مرصوصة وانت تختار اللي يعجبك، لكن رحلتنا النهاردة هتكون في مكان مش بس كتب، لكن حاجات تانية كتير، مكان ساحر بمعنى الكلمة وإحياء لأول مكتبة عامة في التاريخ. رحلتنا هتكون في مكتبة اسكندرية، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا واحنا رايحين للمكان اللي انتوا شايفينه عن بعد ده على الشمال، وهو مكتبة اسكندرية الساحرة. احنا موجودين في الشاطبي وجنب بحر اسكندرية الرائع، والشارع اللي على شمالنا هو طريق قناة السويس، الجسر اللي بينقلك من هنا على البحر لطريق مصر اسكندرية الصحراوي. يعني شايفين كده شكل التصميم المبهر لمكتبة اسكندرية الجديدة. شكل المبنى بتاع المكتبة هو عبارة عن مبنى اسطواني غاطس في منتصف المسافة في الأرض، يعني شكل شروق الشمس. المبنى فيه 33 متر فوق سطح الأرض و12 متر تحت سطح الأرض. السطح الخارجي للمكتبة هو اتصمم عشان دخول ضوء الشمس الطبيعي لجوه المكتبة، وده عشان يوفروا تكاليف الإضاءة الصناعية قدر الإمكان. يمكن شعار مكتبة اسكندرية هو قرص الشمس ومية البحر والفنار. قرص الشمس غير المكتمل بيعبر عن فكرة استمرار البعث والإحياء. بيخرج قرص الشمس من مية البحر عشان يدي الحياة والنور على أرض مصر، والفنار بيعبر عن مدينة اسكندرية عروس البحر المتوسط، واللي كان الفنار واحد من أهم معالمها وكان عجيبة من عجائب الدنيا السبعة. احنا لسه ماشيين في طريق الجيش أو كورنيش اسكندرية، وحنلف كده عشان نرجع وندخل ونزور مكتبة اسكندرية في رحلتنا النهاردة. المكتبة دي افتتحت سنة 2002 في نفس موقع مكتبة اسكندرية التاريخية العريقة، وتكلفت 160 مليون دولار، ومساحتها حوالي 80 ألف متر مربع وفيها 11 دور. اللي صمم المكتبة شركة نرويجية اسمها سونوهيتا بالتعاون مع المعماري المصري إيهاب الحباك. يمكن على يمنا دلوقتي ملاهي وسيرك كوتا اللي موجودة على ناصية شارع سوتر أو علي مصطفى مشرفة، وحنكمل طريقنا وإحنا رايحين لمكتبة اسكندرية. يمكن مكتبة اسكندرية القديمة كانت أكبر مكتبات عصرها، وكان اسمها كمان المكتبة العظمى ومكتبة اسكندرية الملكية، واللي بناها بطليموس الأول، وكمان بيقال إن اللي أسسها الإسكندر الأكبر قبل 23 قرن، وبرضه اتقال إن بطليموس الثاني هو اللي أسسها. المكتبة تعرضت لكتير أو عدد كبير من الحرائق واتدمرت تماما سنة 48 قبل الميلاد، والمكتبة كانت أول مكتبة حكومية عامة في التاريخ. حرقها كان يوليوس قيصر بعد ما أمر بحرق 101 سفينة موجودة على شاطئ البحر المتوسط بعد حصار ليه من بطليموس الصغير أخو كيلوباترا، وامتدت النار عشان تحرق المكتبة باللي فيها. احنا بالفعل دخلنا على شارع سوتر في الأزاريطة، ومنه لشارع الدكتور عبد الحميد السيد، واللي امتداده هو شارع بورسعيد الشهير بعد ما تعدي شارع طريق قناة السويس. يعني زي ما انتوا شايفين كده دخلنا بالفعل على الشارع. اتفرجوا بقى على شكل سور المكتبة المبهر واللي موجود عليه كتابات بكل اللغات. هنفضل ماشيين بقى شوية صغيرين كده لغاية ما نوصل لغاية مكتبة اسكندرية او المدخل الرئيسي لدخولك لمكتبة اسكندرية، وعلى شمالنا دلوقتي دي هي دي شبابيك التذاكر اللي انت هتقطع منها تذكرة هنتفرج عليها عن قرب دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده السور المبهر الرائع جدا، وزي ما انتوا شايفين في طريق او للمشاة او كوبري للمشاة موجود فوقيكوا دلوقتي وبيدخل بيكوا على مدخل مكتبة اسكندرية. هننزل من العربية وندخل بقى نعمل جولة جوه مكتبة اسكندرية، واتمنى ان هي تعجبكم. ادي شكل شباك التذاكر واللي بتقطع منه تذكرة دخول المكتبة نفسها، لكن الاماكن جوه المكتبة ليها شبابيك تذاكر تانية. دخلنا كده على الساحة الخارجية للمكتبة، نتفرج على جمال وروعة تصميم المكتبة، بصراحة شيء يفتخر به كل مصري. قدامنا تمثال للإسكندر الأكبر مؤسس المدينة اللي احنا فيها، مدينة اسكندرية. يعني شايفين بقى روعة موقع المكتبة الموجودة على البحر مباشرة، واللي بتطل على واحد من أهم بحار العالم وهو البحر الأبيض المتوسط. يمكن دلوقتي ده مبنى القبة السماوية اللي موجودة جوه المكتبة، وهي بتعتبر مركز للعلوم الفلكية. أدعوكم لو زرتوا المكتبة تدخلوا القبة السماوية هتستمتعوا فيها جدا جدا. يعني الله على جمال تصميم المكتبة المبهر الرائع واللي حكينا عنه من شوية. قرص الشمس الموجود جوه مية البحر جمال ملوش مثيل فعلا قدام البحر المتسع. ما زلنا في الساحة الخارجية للمكتبة وبنتمشى واحنا رايحين للبوابة اللي هندخل منها. بصراحة أي دولة لازم يكون عندها مكتبة معبرة عن تاريخها وحاضرها، وتكون مركز للبحث العلمي،
ومكان لإثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية في العصور القديمة. هندخل بقى من الجزء اللي احنا فيه على مدخل المكتبة. بقينا جوه المكتبة وبيقابلنا أول ما بندخل تمثال ديمتريوس الفاليري، وهو ملهم إنشاء مكتبة اسكندرية، وآدي اللوحة اللي بتوضح شخصيته بأكتر من لغة. موجود كمان في المدخل مكتبة لبيع الكتب وعدد من المنتجات المعبرة عن تاريخ وحضارة مصر. يمكن الكتب دي سلسلة اسمها ذاكرة مصر، رائعة جدا وأسعارها مش هتصدقها. يمكن هنا بنستعرض لكم شكل الكتب المتنوعة جدا اللي موجودة جوه المكتبة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، ويعني حاجات مجموعة كبيرة جدا من المنتجات اللي ممكن تشتريها، واللي زي ما قلت لكم بتعبر عن تاريخ وحاضر مصر وجمال وثراء وعراقة مصر التاريخية. زي ما شايفين في مجموعة من اللوحات، في مجموعة من المنتجات المجسمات كده، واللي المصريين والسياح بيستمتعوا بيها. دخلنا كده بقى وبنشوف شكل سقف المكتبة المميز جدا، ويمكن ده مكان لعرض بعض الآلات والأدوات اللي كانت بتستخدم في الطباعة زمان. نزلنا تحت وبنتفرج على بعض اللوحات المكتوبة بعدد من الخطوط العربية في معرض الخط العربي، واللي بتعبر عن ثراء متفرد للغة العربية، لغة الضاد. انتقلنا كده عشان نتفرج على عدد من آلات الطباعة عبر العصور. دي آلة الطباعة جولدن بيرل، وبنستعرض شكل الآلات المرصوصة جنب بعضها في المعرض اللي احنا موجودين فيه، وأول متحف اللي احنا موجودين فيه، ومتحف يخص آلات الطباعة عبر العصور. ده شكل الأكليشيهات اللي كانت بتستخدم في الطباعة في مطبعة بولاء زمان، وقدام كل كلاشيه الورقة المطبوعة بيه. كمان بعد ما شفنا الكلاشيهات، ده المقص اليدوي اللي كان بيستخدم في قص ورق السطور، ودي بقى آلة الانترتيب اللي اخترعها عالم ألماني اسمه أوتمار، وبسببها سموه جوتنبرج الثاني. يمكن كمان بنشوف دلوقتي دفتر حضور ورواتب وأجور الموظفين في المطبعة الأهلية في مصر في أكتوبر سنة 1887. بصراحة أنا انبهرت بجمال خط الموظف اللي كان بيكتب أسماء الموظفين، يعني حاجة مش ممكن تصدقها. وهنا بقى ضوء خريطة عامة لمينا اسكندرية زمان. كمان الآلة اللي قدامكم دي تخيلوا هدفها فقط كان طباعة الأظرف، واشتراها الخديوي إسماعيل لمطبعة بولاء سنة 1869. بعد ما شفنا الآلة دي بنشوف بقى خزنة أختام محمد علي باشا، واللي كان حريص على الأختام بشكل كبير، واللي كانت بتستخدم في الوثائق الرسمية. يعني دي تحفة من التحف الموجودة في المكتبة، حاجة رائعة جدا ومش هتتخيل شكلها. ادي خزانة أختام محمد علي باشا. قدامكم كمان تحفة من التحف الجميلة جدا اللي موجودة جوه مكتبة اسكندرية، وهي قطعة أثرية من كسوة الكعبة المشرفة، وتاريخها بيرجع لسنة 1828. يعني حاجة من الحاجات اللي مش ممكن تتخيل ان هي موجودة في المكتبة. وزي ما قلت لكم في المقدمة، رحلتك جوه مكتبة اسكندرية مش هتكون بس كتب، كمان قدامكم بقى المحمل الشريف. والمحمل الشريف ده كان اللي بيتحط على جمل وبيخرج من مصر كل سنة، موجود عليه كسوة الكعبة. فضل المحمل ده يخرج من مصر من عهد شجرة الدر والمماليك لغاية منتصف الخمسينيات من القرن العشرين. انتم متخيلين؟ يعني كان سيدنا عمر بن الخطاب يوصي بكسوة الكعبة بالقماش المصري اللي كان اسمه القباتي، واللي مشهورة الفيوم بتصنيعه، والقباتي دي نسبة لقبط مصر. اتفرجوا كده على شكل المحمل الرائع جدا، واللي بنفتخر كمصريين ان هو كان بيخرج من مصر وبيروح لمكة، وهو اللي كان بيكسي الكعبة المشرفة كل سنة. حاجة من الحاجات الرائعة واللي هتستمتع بيها جدا وانت جوه مكتبة اسكندرية الرائعة بشكل كبير. حاولت كمان، يعني زي ما انتم شايفين شكل سقف المكتبة الرائع، وبنستعرض كده شكل الأماكن اللي تقدر تقعد فيها وتقرأ الكتب زي ما تحب، وتستخدم الكمبيوتر والإنترنت. حاولت كمان أتمشى معاكم وسط الرفوف المليانة بكنوز المعرفة وكنوز الكتب في المجالات اللي يعني كل المجالات تقريبا، شيء مرتب ومنظم ومتخطط صح. والمكان فعلا وانت بتتمشى حواليه يعني جواه كده هيفتح نفسك للقراية والمعرفة. يعني زي ما انتم شايفين منظم بشكل كبير، وكل المعارف هتلاقيها موجودة، وفي كل مكان جوه المكتبة هتلاقي معرفة، وعلى كل حيطة هتلاقي معلومة. هنا صور للعلماء العرب على مر العصور. شوفوا بقى التنظيم المبهر للمكتبة وقد ايه براعة اللي صممها، حاجة فعلا خيالية. جو القعدة والتركيز جوه المكتبة عظيم فعلا. وانت بتتمشى في المكتبة بتشوف أدوات برايل للكتابة، ودي هتلاقيها في مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر.
يعني زي ما شايفين اهو، ادي المكتبة، ويمكن ان احنا موجودين في مدخل المكتبة. كمان الكنبة اللي على شكل كتاب دي جميلة جدا، وتصميم مميز ولايقة جدا على المكان. انتقلنا بقى لمكان تاني بنتفرج فيه على عدد من اللوحات الجدارية والمنتجات الفخارية والخزفية الرائعة جدا. روح بعد يعني حاجة برضو من الحاجات الجميلة جدا وانت بتتمشى في كل طرقات ودهاليز ودروب كده مكتبة اسكندرية، هتلاقي معرفة وجمال في كل حتة. ادي بقى مجموعة من الفازات والقدور اللي عملها فنانين على مر العصور واللي موجودة في طرقات ودهاليز مكتبة اسكندرية. رحنا بقى كده لمعرض الفن الشعبي العربي واللي موجود فيه عدد كبير من المنتجات اللي بتعبر عن تراث مصر وعاداته وتقاليده وسماته في أجزاء مختلفة من مصر. شكل الأقمشة الرائع، شكل الطواقي كده اللي موجودة قدامكو، شكل الجلاليب البدوية الرائعة جدا اللي موجودة قدامكو، شكل الطربوش القديم اللي كان بيميز مصر وبيميز أجزاء مختلفة من مصر. يعني هو معرض من المعارض الجميلة اللي هتستمتع بيها. احنا كده بقى رايحين على متحف الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، الرئيس اللي كان رئيس مصر وقت الانتصار الكبير في حرب أكتوبر. نشوف تمثال للرئيس السادات ومكتوب عليه إنه عاش من أجل السلام واستشهد من أجل المبادئ. هنا صورة ليه وتحتيه علم مصر وبعض الصور والمجلات اللي كتبت عنه خلال مشوار حياته. هنا مجموعة من الصور الشخصية للرئيس السادات في مراحل عمره المختلفة من وهو صغير لغاية آخر صورة موجودة على الشمال، ودي الصورة اللي استشهد فيها يوم 6 أكتوبر سنة 81. مازلنا مع صور ليه وصورة جوازه من جهان السادات ومجموعة من الصور العائلية اللي هتلاقيها موجودة جوه المتحف. وهنا بيبان بعض الخطب اللي كتبها بخط إيده. في مجموعة من الصور في مراحل مختلفة وصورة الرئيس الراحل على غلاف مجلة تايم الأمريكية، وفي منشطات لجريدة الأهرام في عهده. قربنا شوية عشان نشوف صوره مع رؤساء الدول المختلفة في مراحل عديدة من فترة حكمه، كل صورة طبعا ليها حكايات وأحداث أثرت في تاريخ الأمة. يمكن هنا منشط جريدة الأهرام ومنشط تأدية الرئيس لليمين الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية، جنبيها مجموعة برضو من الصور الشخصية الخاصة بالرئيس محمد أنور السادات. زي ما انتم شايفين بقى الروب الخاص بالرئيس مع بدلة من بدله وعصايته وبجامة وبعض المتعلقات الشخصية، نظارته والبايب بتاعه وجراب النظارة وكرافطة. زي ما انتم شايفين كده شكل الحاجات اللي موجودة هتستمتع بيها جدا جوه متحف الرئيس السادات. كمان هنا بدلة عسكرية بيضة والكاب العسكري ومجموعة مختلفة من متعلقاته الشخصية، الحذاء وعصاية من العصيان اللي كان مشهور الرئيس السادات ان هو كان بيشيلها في ايديه، جلاليب الرئيس اللي كان بيحب يلبسهم. عارفين انه كان بيعتز جدا بانه فلاح. كمان بنشوف المصحف اللي كان بيقرا منه وسجادة الصلاة اللي كان بيصلي عليها، وكمان البايب وعصايا مرة تانية والسبحة اللي كان بيستخدمها دايما الرئيس محمد انور السادات. هتستمتع جدا بكل الحاجات اللي موجودة، ويمكن حاول ان هم يحطوا بعض الصور كده اللي بتعبر عن الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم مباشرة دلوقتي. هنا بقى مجموعة تانية من البدل وأغلفة المجلات ومجموعة من الصور العائلية في مختلف مراحل الرئيس محمد أنور السادات. كمان بنشوف قدامكم الأدوات الشخصية للرئيس، مكنة وفرشة الحلاقة وفرشة الشعر الخاصة بيه، وقدامكم كمان إزازة الكولونيا اللي كان بيحط منها كولونيا. بنشوف كمان سيف مهدى للرئيس السادات من حاكم دولة الإمارات وقتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومجموعة تانية من السيوف التذكارية ومجموعة من الأوسمة والناشين المختلفة اللي تقلدهم الرئيس من دول مختلفة. وبنشوف صورة الرئيس محمد أنور السادات والبطاقة الشخصية الخاصة بالرئيس موجودة قدامكم اهي. وعشان الرئيس السادات كان ليه شهرة عالمية وكان ليه مواقف كتير جدا، وكانت كبرى المجلات والصحف العالمية بتكتب عنه بشكل مستمر زي ما انتم شايفين. هنا بقى مكتب الرئيس السادات ومكتبته الخاصة، وبنلف بالكاميرا كده عشان نشوف منظر عام للمتحف ومنظر عام للفاترين كده اللي معروض فيها الحاجات الشخصية الخاصة بالرئيس السادات. يعني حاجة متحف من المتاحف المميزة جدا جوه مكتبة اسكندرية. وللأسف قبل ما نخرج من المتحف بنشوف البدلة اللي اغتيل الرئيس السادات وهو لابسها للأسف يوم احتفاله بنصر أكتوبر سنة 1981، وباين في البدلة لون الدم الخاص بيه. هنا موجود كل اللي كان لابسه في اليوم ده.
يعني شيء في منتهى الأسى إن الرئيس وهو بيحتفل بنصر الأمة مش مصر بس يتم القضاء عليه. الحادث المشؤوم ده كان في العرض العسكري في المنصة يوم 6 أكتوبر سنة 1981. احنا بنشوف غلاف جريدة الأخبار ومانشيتات إعدام قتلة السادات بإجماع المحكمة. ومن متحف الرئيس السادات رحنا لمتحف الخرائط والوثائق واللي فيه مجموعة كبيرة من الصور لمدينة اسكندرية وخرائط ومخطوطات نادرة مش ممكن تشوفها في حتة تانية. كان موجود اهو مجسم لمبنى بورصة اللي اتعرض فيه الرئيس جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال خسيسة. وهنا بقى صورة اسكندرية الكوزموبوليتان او الكوزموبوليتانية، ومعناها ان اسكندرية مكان متعدد الثقافات وبيستوعب ثقافات مختلفة من كل مكان. احنا عارفين ان اسكندرية احتضنت وما زالت عدد كبير من دول العالم، وهنا خريطة لاسكندرية القديمة. انتقلنا لمتحف للمخرج المصري العالمي شادي عبد السلام بكل متعلقاته. وشادي عبد السلام كان متخرج من كلية فيكتوريا هنا في اسكندرية سنة 1948، ومن أشهر أفلامه فيلم الموميا، وكان مهتم جدا بالحضارة المصرية القديمة. كمان في متحف مهم للكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، مليان متعلقاته وصوره في مراحل مختلفة من حياته. وهيكل كان رئيس تحرير الأهرام في فترة من حياته، وكان من أشهر الصحفيين في الوطن العربي في القرن العشرين، وكان وزير للإعلام سنة 1970، وكان مقرب جدا للرئيس عبد الناصر، وكان مشارك في صنع القرار وقتها، وكان المتحدث الرسمي باسم حركة الضباط الأحرار. خرجنا بقى بعد الزيارة القصيرة دي لمكتبة اسكندرية واللي فيها حاجات تانية كتير جدا جدا جدا، كانت الحلقة هتبقى طويلة جدا لو زرت كل الأماكن زي المركز الاستكشافي للعلوم ومتحف الآثار ومعارض فنية ومتحف تاريخ العلوم ومركز للدراسات. لازم بإذن الله لما تروح اسكندرية تروح المكتبة. هننهي رحلتنا وحلقتنا مع السور الخلفي للمكتبة، إبداع وخيال ملوش مثال. أتمنى إن رحلتي جوه مكتبة اسكندرية النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.